عمر عنده 12 اسيست في 11 مباراه، يعني أي اكثر من معدل اسيست في كل مباراه تقريبا. اي مباراه العين لازم عنده اسيست. عمر تقريبا العاشره لجيان او تسعه لجيان او اثنين للعنيزي من فاولات في الاخيره اخر مباراه لبروسكي. هذه الصناعه، هذه لباستوس اعتقد، هذه لباستوس اخر مباراه ذكر الكعب اللي هو الاسيست اللي كان لبروسكي اخر مباراه كانت الجوله في 13. واحد لبروسكي صح. هذا لباستوس، هذا لباستوس، بس دائما النسبه الاكبر تكون لجيان فيها اكيد كل مقومات صانع اللاعب. حتى الترابط الذهني بينه وبين جيان تحس حافظين بعض. هذا نوعيه اللاعب عمر اللي تعطيه الحل يعطيك الكره خلاص، يعني ما غير ما تتقي حالك كرة الثابته تميز فيها. يبقى انه عمر يعني لنفس الشيء اللي يتقال على الاهلي، نفس الشيء اللي يتقال على جيان يتقال على عمر، عنده ما اكثر بكثير. وفي ضغط صانع لاعب نادي العين، المباريات الحساسه، المباريات الحساسه اللي هي الاهلي، اللي هي يعني الوحده، يعني هاي المباريات اللي كان المفروض يجي من عمر اكثر اضافه للفريق، ما كانش فيها عمر في يوم كبير. يعني يمكن يصير على لاعب انه ينزل شويه، انه يكون مش في يوم جيد، ولكن اجمالا نتوقع يكون مستوى مرحله العوده احسن بكثير للعمر. ولكن مع هذا كله هاي الارقام تحكي على عمر وعلى الكواليتي الكبيره اللي عنده. قبل على حدود الاوفسايد تمريره واحده هدف بصناعه متميزه جدا. هذا الهدف واكثر من هدف تميز في الصناعه يعني، وما تكون السهله وضعيات، ولكن نعتقد نهايه الموسم بتكون احسن بكثير لعمر عبد الرحمن مع ملاحظه قدر على ما هو احسن نفس ما جيان والاهلي. يعني لما تكون مهاجم يلعب وراك لاعب مثل عمر، اتوقع انت تتجه باتجاه المرمى ما تفكر كيف توصلك الكوره. بالضبط، تركض حس الكره امامك. تطور كثير عمر اول ما يمسك يلف بوجهه للمرمى المنافس ويبحث عن الحل، ان اعطيته الحل جاتك الكوره اون تايم في التوقيت المهم وقبل الاوف سايد عليك بالتسجيل. في لاعب ثاني كان ممكن يكون ملك الاسيست اللي هو سياو، ولكن بصراحه الفرص اللي ضاعت من 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 كرات صنعها سياو في مرحله الذهاب اكيد خلت اللاعب ما يتواجدش في 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 مرتبه متقدمه جدا في موضوع الاسيست. سياو كان ممكن يكون يعني لو تجسمت اهدافه حتى في مباراه الظفره فقط اللي التحضير والتمهيد اللي حضروا اللاعب، يعني كان ممكن يكون سياو مع عمر في ب 10 اسيست او 12 اللي يجلب. نرجع على موضوعنا، في هذه المستويات كان خيمينيز الموسم اللي فات تقريبا 10 اسيست في نفس المرحله من الموسم صحيح. ورغم ان العين ان الاهلي ما كانش متصدر هذاك، كان العين متصدر يعني شوف التناقض صحيح. نزل مستوى خيمينيز ولكن نتائج الاهلي تطورت، شو تختار؟ اكيد نتائج الفريق تتطور وتنزل مستوى اللاعب. هذا حتى عمر الكرات الثابته المميزه عند عمر، حتى الصناعه من ركنياته وحتى من كرات ثابته من جميع رجال الملعب. فعلا فعلا الجوده في مثل ما تقولون في التوزيع او في العرضيه. نوعيه وفي مهاره، اكيد مهاره. شوف يعني اكثر من هدف، هذه كره متحركه بنفس الشكل على كل المنافسين، ولا منافس للحين ما حصل له يعني حل لهذا. هذه كره مفصليه يعني في الدقيقه الرابعه من الوقت البدل الضايع 2-2 فاول هدف. واكثر من كره كانت حاسمه لعمر، انا اعتقد يعني كان له دور كبير في تحسن النتائج في الفتره الاخيره. طيب.